قصر فخر مبتني في البرج نار، قمة في رأس ضلع به علام الفلاح. قلت رحيم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، نرحب بكم من جديد في حلقة جديدة وفي برنامج جديد حياة الإسلام الخالدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج زمول يأتيكم ليسلط الضوء على الزمول والمحميات الموجودة في سلطنة عمان، ونحاول قدر الإمكان أن نغطي لكم هذه المحميات وما تحتويه من بنوك الإنتاج. اليوم متواجدين في ولاية المصنعة وبالتحديد في محمية الوعل. خلونا نعرفكم على الزمول الموجودة في هذه المحمية ونطلع أكثر على هذه المحمية، فحياكم الله ويا مرحبا. زاد تنويه عنه بالقلم في ثرى الوثبة ميادين البكار، من معازيب العطا دعمه قيام بالملايين ولها وين المس. موجودين في محمية الوعل المملوكة لساعد بن عامر، الوعل خبير العبث والتغيير الجوهري في سلطنة عمان. نرحب بك ابو عامر في عبر قناة التميز. يا مرحبا يا مرحبا عوف، الله يرحبك على فضله وجزاك الله خير على متابعتك للأمور اللي تخص الهجن بكافة، يعني سواء في السلطنة أو خارج السلطنة. أنت متميز وعدسة تميز، الروح لها تميز آخر. جزاك الله خير يا ابو عامر. بعمر اليوم نريدك تخبرنا عن هذه المحمية، ماذا على ماذا تحتوي ومتى أنشئت، وتخبرنا أكثر يعني عن هذه المحمية. بالنسبة للمحمية يا طويل العمر، بدينا فيها في عام 2008. نعم. بداية كانت من زمول ثنينة إلى ثلاثة زمول، واستمرينا من عام 2008 لعامنا هذا عام 2020 موسم 2022. نعم. 2023 بإذن الله، وإن شاء الله بنكون مستمرين ومتابعين للمحمية، وبإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله التوفيق للناس اللي تينا واللي تمرح عندنا، وعسى الله يرزقهم الإنتاج الطيب. والهدف من إنشاء هذه المحمية، الهدف هو اولا على الحفاظ على الموروث. نعم. موروث الاباء والاجداد الهجن. هناك المحميه تحتوي على عده من الزمول، عندنا زمول محليه، بنقول الزمول المحليه. نعم. احنا حاولنا بدايه فكره انشاء المحميه على ان تكون المحميه شامله، فيها زمول العمانية، فيها أيضا زمول العمانية والمحلية، وفيها زمول المهجنة، وفيها يا طويل العمر زمول السودانية، وفيها زمول الباطنية. نعم. يعني تكون شاملة من كافة النواحي، الناس المنتجين من ملاك الهجنة الباطنيات. نعم. يكون لهم نصيب، وملاك الهجن اللي يحبون السباق والسرعة بالنسبة للسودانيات، وأيضا المحليات الزمول العمانية، فيها من كافة الزمول لله الحمد والشكر. أي يعني أنها متنوعة بالزمول الموجودة، فيها الزمول اللي لها يعني في مجال الريس، وفيها الزمول اللي لها في مجال المزاين، ولها الزمول اللي في مجال العرضة. العرضة، أي بمعنى أنها المحمية متنوعة بالزمول شاملة، مثل ما تقول شاملة لله الحمد والشكر. نسأل الله التوفيق للمنتجين إن شاء الله، وحنا نعدهم إن شاء الله في الأعوام القادمة بيكون الأفضل إن شاء الله، والإنتاج إنتاج بالنسبة لإنتاج المحمية إنتاج متميز. استقطبنا الزمول من كافة أنحاء محافظات وولايات السلطنة، وأيضا من دولة الإمارات العربية الشقيقة، ونسأل الله التوفيق. أبو عامر، ريدك تخبرنا عن آلية المناخ في المحمية. والله بالنسبة لآلية المناخ، طبعا في البداية عند وصول ملاك الهجن إلى المحمية. نعم. في فريق فني بالنسبة لفحص البروسيلا عندنا هنا متواجد في المحمية. نعم. وبالنسبة لأوقات المناخ، أوقات المناخ تكون في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية أيضا، علشان إن ما نخلي تكدس
ملاك الحلال في المحمية علشان أن نسهل لهم اللي عنده عمل الصبح وما متمكن يوصل عندنا يوصلنا المساء. والحمد لله فاتحين الصباح من الساعة 5:55 تقريبا صباحا، والمساء فاتحين من الساعة 3 أيضا المساء لغاية المغرب، ونستقبل جماهير ومحبين الهجن وجماهير محمية الوعل. نعم. بالنسبة للمناخ، وأيضا هناك في ناس اللي تجينا من خارج المحافظة أو من خارج الولاية ومن الولايات المجاورة سواء من محافظة جنوب الشرقية أو شمال الشرقية. نعم. عندنا حاطين لهم مكان، مهيئين لهم مكان للسكن، ونرحبهم في أي وقت، والحمد لله رب العالمين كل الأمور طيبة بالنسبة للسكن والضيافة، ومرحبا بهم في أي وقت سواء يوونا بالمساء أو في النهار، حن مستعدين ونستقبلهم، وجزاهم الله عنا ألف خير عن أسباب وصولهم لهذا المكان. جزاك الله خير يا أبو عامر، وحن حقيقة نشكركم على الاهتمام في هذا المجال، ويعني طبعا هذا إلى أبعاد كبيرة في من ناحية الاستفادة والتسخير هذه مثل هذه المحميات لملاك الحلال من وخاصة المنتجين، بتوفر النوعيات الفاخرة من الزمول وأيضا الأماكن المخصصة والفحوصات. الله خير الله على هذا الترتيب الطيب، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح بإذن الله. الله يطول عمرك يا عوف، وانت ايضا ما مقصر، جزاك الله خير، داعم لنا، ونعتبرك الداعم الرئيسي الاعلامي في قناة التميز لمحمية الوعل، والله يطول عمرك ويعطيك الصحة والعافية، ونتمنى لك ان شاء الله المواصلة والاهتمام بهذا موضوع المحميات والسباقات والمزاينات وغيرها في أمور لا تخص الموروث. تفضلوا معنا الآن بنطلعكم على الزمول الموجودة في المحمية، جزاكم الله خير. شاهين بن محفوظ النيبي، أبوه شاهين بن عفصان، وأمه بنتهم صيحان، بعير منتج مزاين من الدرجة الأولى، ولهذا الموسم انتقلن ملكية 6 حيران من إنتاج لهذا العام. ما شاء الله. وطبعا في شتى ميادين السلطنة ودولة الإمارات ودولة قطر الشقيقة، بعير إنتاجه متميز ومعروف، وصاحب أفضل فردية في الخليج. ما شاء الله. هذا شاهين بن هذلول، أبوه شاهين وشاهين الكليلي، وأمه بنت هملول، إنتاجه في السباق ما شاء الله في الأسبوع الماضي بنت سابجة، وأيضا إنتاجه في المزاين بنت فخر ملك غالب رشيدي، حصلت دخلت في الرمز 1 في دولة الإمارات، وحصلت على مراكز متقدمة، وأيضا شاركت في حمر الدروع، وحصلت على السيارة والسيف الذهبي في شوط الذهبي في مزاين حمر الدروع، ولها العديد من الإنتاج في السباق، ولها إنتاج أيضا في المزاين بنته الظبي المملوك للزبير بن ماجد السعيدي، وأيضا مشاركاتها متميزة، والبعير غني عن التعريف. بيش المملوك لأولاد هلال بن حمد، بعير باطني ومتميز في الإنتاج، والعديد من الإنجازات في مجال العرضة والإنتاج المحلي. نعم. هذا الأعور ود الأعور القرشي، له إنتاج في عالم السباقات ما شاء الله، بنته عند سعيد بن حميد مالشة واصله مليون، وله عدة سبق متواجدات في ميادين السلطنة ودولة الإمارات ودولة قطر. في الأسبوع الماضي سابقت له بكرة عند اليابري في ميدان الوثبة، وبعير غني عن التعريف، والعديد من الإنجازات في السباق، والروح رصيدة سيارة، وبعير مركض، ويزاه الله خير أبو مهنة داعم المحمية. الحنيش البرق، هذا الحنيش البرق أبوه الحنيش البرق، وأمه بنت براق النابودة، له رصيد في السباق، رصيد رمز وثلاث سيارات مشرايب 1.5 مليون، وله العديد من الإنجازات في عالم سباقات الهجن، ولده بايعنا سعود بن علي الوهيبي تسعيرة في دبي، وروح رصيد القعود شال 4 سيارات بشعار العاصفة، وله عدة إنجازات في السلطنة، ومبتاع له قعود أيضا مع
مضخوت المهري، وبعير له عديد من الانجازات، انجازات عياله في ميادين السباقات. هذا ما يخاف ود ما يخاف المختبر، وما بتشاهين الكليلي المملوك لأحمد بن عضيل العامري، بعير له عدة إنجازات في السباق، شال خنير الجعدان في الشحانية، وله رصيد سيارتين، وبناته شالات رموز الإنتاج، وبنت وله بكرم بتاعه في التسعيرة، وأخته من الأم خود كان يضمنها محمود الوهيبي، وماخذ الشلفة العمانيات في شحانية، وبعير غني عن التعريف ولعدة إنجازات في السباقات وإنجازات عياله ما شاء الله. مملوك لأحمد بن العضيلي العامري الله يطول عمره من دولة الإمارات. هذا جزيل، جزيل المنصوري، أبوه سراب بروية وأمه بنت هملول، إنتاجه ما شاء الله في السباق، وله إنتاج أيضا في عالم المزاين، وبعير متميز لرصيد 5 سيارات في المزاين. جزاه الله خير عبد الله مغالب المنصوري على دعمه للمحمية. وبالنسبة للزمول، هناك زمول كثيرة ما ذكرنا، المحمية فيها عدة من الزمول لكن ما تمكننا من متابعتها، وجزاكم الله خير على المتابعة، قلنا عن الإطالة، ونشكركم على هذا العمل الأخ عوف والله يطول عمرك، ونشكر قناة التميز الله خير. بالنسبة للداعمين، داعمين محمية الوعل، الناس اللي ادعمونا بزمول المنتجة والمتميزة في عالم الهجن، نقدم لهم شكر من هذا الموقع، موقع قناة التميز. بالطبع هم جزاهم الله خير، يعني ادعمونا مجموعة من الناس الله يطول عمالهم، من داخل السلطنة ومن خارج السلطنة. نعم. أولا مالك شاهين ناصر بن محفوظ الجنيبي، دعمنا بهذا الفحل المنتج، فحل من الدرجة الأولى في فئة إنتاج المزاين الله يطول عمره أبو محمد. وأيضا توجه بالشكر للفاضل سالم بن أحمد بن سعيد بن هذلول الحرسوسي مالك شاهين، اللي دعمنا بهذا الهديد ما شاء الله المتميز والمنتج في عالم سباقات الهجن وفي عالم المزاينة. وأيضا نتوجه بالشكر لمالك ما يخاف، ما يخاف أحمد بن العضيلي العامري من دولة الإمارات العربية المتحدة، والشكر موصول لعيسى السعدي، ومالك جزيل عبد الله بن غالب المنصوري على دعم لهذا المحمية. طبعا بالنسبة لغالب جزاه الله خير، بن غالب رسل لنا هذا اليمن المتميز في إنتاج المزاين أيضا وإنتاج السباق، وما يخاب العضيلي أيضا متميز في عالم السباق، والشكر موصول الأخ سعيد بن حميد اليحافي المجني على دعم لمحمية الوعل بالفحل المنتج ود الأعور القرشي، والشكر أيضا موصول لخليفة بن خميس السعيدي دعم للمحمية أبو سامي في محمية الوعل، دعمنا بمرموق، مرموق ود مرموق الخلي له إنتاج السنة إن شاء الله أول إنتاجه. وأيضا الشكر موصول لخالد بن أحمد المغامر، خالد بن أحمد بن رجب البلوشي، جزاه الله خير دعمنا أيضا فحل، ونتمنى التوفيق لهم، جزاهم الله خير على دعمهم. والناس اللي دعمونا سابقا وزمولهم راحت، ناصر الغريبي وأيضا ناصر الغريبي و حمد بن سعود لوهيبي، لما ذكرنا اسماهم يسمحوا لنا نطلب منهم، جزاهم الله خير، بيض الله وجههم، ولا نسيناهم او شيء، ولا داعمين المحميه ناس كثيرين، جزاهم الله خير، بيض الله وجههم. نوجه الشكر للمشايخ اولاد هلال بن حمد لدعمهم لمحميه الوعل باليمل ودخريبيش، جزاهم الله عنا خير والله يطول اعمارهم، ما قصروا الشيوخ. والشكر موصول للاخ خالد بن احمد السعدي الله يطول بعمره، والشكر موصول لجميع داعمين محمية الوعل اللي ادعمونا في العام هذا واللي ادعمونا في الأعوام الماضية، جزاهم الله خير. بعض منهم ذكرنا أسماهم وبعض منهم ما ذكرنا أسماهم، يسمحوا لنا لأني ما تستوحي كل حاجة. أيضا راعي ما يهاب علي المعمري جزاه الله خير، دعمنا في العام الماضي بالهديد المتميز، نوجه له شكر الله يطول عمره.
والشكر موصول لقناة التميز، هذه القناة المتميزة في عالم سباقات الهجن وتغطية الموروث الشعبي التابع للهجن وملاك الهجن، جزاه الله خير الأخ عوف الربيعي الله يطول عمره، دائما متميز ودائما مبدع سواء في التصوير أو في القنوات الناقلة للموروث الشعبي، وداعم لملاك الهجن وجميع فئات المجتمع الله يطول بعمره ويعطيه الصحة والعافية. وإن شاء الله نتمنى إلى الأمام دائما قناة التميز تكون متميزة بالدرجة الأولى من باقي القنوات إن شاء الله بإذن الله. الله يطول عمرك. جزاك الله خير يا أبو عامر على اليوم هذه الاستضافة الطيبة، وإحنا لنا شرف بزيارتكم حقيقة. الله يطول عمرك، هذا واجبنا طالع. والتركيز والتسليط الضوء على مثل هذه المحميات، جزاك الله خير يا أبو عامر، وأنت رجل معروف تقريبا يعني الحين في سلطنة عمان بشكل عام من الجنوب إلى الشمال، وانت رجل محنك في هذا المجال وفي مجالات الهجن بشتى انواعها، وجزاك الله خير. الله يطول عمرك، واجب واجب، وخدمه ملاك الحلال هو الهدف الاسمى بالنسبه لساعد بن عامر السعيدي الوعل، الهدف الاسمى هو خدمه ملاك الحلال في السلطنه وخارج السلطنه. الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يطول عمرك.